المغرب؟ لا طبعا، الاحداث اللي بتحصل في افريقيا الفتره اللي فاتت بتدي ان الفرق الصغيره فعلا اثبتت وجودها بشكل كبير جدا، وانا كنت متوقع خروج فرق كتير قوي. يعني انا من البدايه اصلا من البدايه يعني بعد ما شفت لقاء الراس الاخضر طبعا ومباراتهم مع مصر، قلت افريقيا هتلاقي فرق كتير جدا هتقلب الموازين، وفعلا بعض الفرق كتير جدا قلبت الموازين بشكل جميل وادوا باداء طيب جدا. بص كابتن، مين خرج؟ يعني احنا بنتكلم مصر، تونس، الجزائر، المغرب، كاميرون، غانا، بوركينا، السنغال، موريتانيا مثلا، السنغال والسنغال، السنغال طبعا، طبعا يعني السنغال امبارح كان يعني كانت مفاجاه كبيره جدا. يعني مع انهم يعني كانوا عاملين ماتش قوي جدا، لكن برضو الكره كده تدي للي بيجتهد. هم نازلين تقال شويه، لكن اكيد طبعا الاستعدادات بتاعت الفريق التاني الاخر كان عالي قوي، كان مركزين. حضرتك تابعت تصريحات وليد الرجراجي في الفتره الاخيره كابتن؟ بحس ان في بعض من الثقه في فوز المنتخب المغربي. الثقه مهمه ولازم توصل الثقه، المدرب يبقى واثق في لعيبته، انا واثق في لعيبتي، لكن فيها بعض الامور وصلت لبعض، يعني حسيت كده ان هي زادت عن الثقه شويه. كابتن مصطفى يعني انا حسيت ان ابتدى بقى عنده شيء من الغرور، وده يمكن وصل للاعيبته. لعيبته بتلعب بشيء من الغرور شويه والتعالي شويه. هم فرقه عامله طبعا انجاز كبير جدا، دور الاربعه في كاس العالم. فيمكن ده، وده مش عايز اقول طبيعي، ممكن يكون عند بعض الناس بيبقى شيء من الطبيعي شويه، ولكن لو وصل لعيبه تبقى مشكله كبيره جدا. لعيبه النهارده برضو تحس ان هم ما ادوش المردود اللي عندهم. حتى يعني في دقيقه 83 بيضيع منهم بنالتي، لا هم مش عاملين ماتش كويس، لا ما كانوش كويسين زي كل الماتشات، يعني الماتشات حتى في البطوله في اول بطوله برده ما كانش بادئين كويس، وحتى داخلين تاني مش داخلين اول. المغرب ما دخلتش اول، دخلت تاني، صحيح، واخد بالك؟ فطبعا ما كانش مأديه في الدور الاول بالشكل المناسب ليهم والمكانه بتاعتهم التسويقيه كمان اللي احنا بنقول عليها. المغرب كان اول، كان لا تاني، لا اول كان اول 7-1. لو اول كنا نلعبهم، احنا كان احنا لعبنا الكونغو الديمقراطيه اول، فاحنا لعبناهم المغرب اول صح، عشان احنا لعبنا الكونغو صح. المغرب كان تاني كان تاني، المغرب كان تاني، الكونغو الديمقراطيه لو هي تاني احنا لعب المغرب التاني، كان بيلعب التاني، احنا لعبنا الكونغو عشان هم التاني. مش عارف انا عارف ان المغرب، انا كنت عارف ان احنا لعبنا، ما لعبناش المغرب لان هم اول يا كابتن. ايا كان ايا كان، هما ما ادوش برضو في البطوله بالشكل المناسب ليهم، ما كانش بشكل كويس. يعني على فكره كابتن مصطفى، حكايه الغرور والحاجات دي ده طابع موجود في الكره العربيه. انا عارف لكن مش موجوده في الطابع. ما هو في فرق تقيله قوي بتبقى في اوروبا جامده جدا، وبتبقى منتخبات جامده جدا، عارفه انها تنزل هتكسب، مش عندها ثقه زياده. انت عايز تقول ان الثقه زياده شويه؟ الثقه موجوده، لازم تبقى موجوده، والثقه الزياده لازم تبقى موجوده، لان ده اللي بيفرق ما بين لاعب ولاعب، لاعب خبره ولاعب مستوى ثاني وكلام من ده. احنا دايما يعني الموضوع بيتاخد بشكل ثاني، يعني احنا بننزل ما بنجتهدش، احنا بنعتمد على هم ما اجتهدوش. هم فعلا ما اجتهدوش، حتى النهارده كل كورهم عاليه بالظبط، لان هو ما اجتهدش، ما لعبش مش المغرب اللي احنا عارفينه. الكره على الارض وبيلعب على الارض وبيوصل ويوصل الخط، لا ده بيوصلوا انه بيحتفظ بكره كتير جدا، ما بيلعبوش كره بسرعه، بيلعب كره عاليه كتير قوي. حتى اللي بيلعب ابتدوا يلعبوا كره كان وحش قوي، بيلعب لان هو كان مسربع طبعا، لانه طبعا الماتش ابتدى يهرب منه، ابتدى يقف في توتر وكده، فما ادوش بالشكل المناسب. هو في البطوله كلها المغرب ما كانش بالشكل كويس. لو قلنا السنغال بدات كويس قوي، وما ادتش كوت ديفوار بدات وحش جدا ودخل الثالث وكسبت امبارح وكان كويس جدا امبارح. يعني في فرق بتعلى مع الادوار، يعني جنوب افريقيا عليت النهارده، متعودين الفرق الكبيره بتعلى مع الادوار، بتعلى مع الادوار. احنا كنت متوقعين علينا احنا كده نعلى، نعلى دايما. كل البطولات اللي لعبناها قبل كده كنا بنعلى مع الادوار كويس قوي، من ايام كابتن محمود الجوهري كنا بنعلى قوي. بص يا كابتن، اللي اتبقى الاسامي اللي هنقولها بقى عشان برضه